دائما على قناة كريمة الحاج وفيديو جديد. اليوم كنت واجد في محل أحسن محلي. الفيديو اللي ديجا صورت لكم اليوم رجعنا باش نوريكم عاوتاني جديد في البيجاما ابتداء من 100 درهم. غادي نوريكم شي حاجة زاز كيف عودناكم دائما في المحل، كنوريكم آخر ما كاين في البيجاما، ودائما الأثمنة كتكون في المتناول. غادي نشوفوا دو بياس، غادي نشوفوا 3 بياس، وغادي نشوفوا حتى البيجامات اللي كيجيو بحال هكا اللي ديجا سولتونا عليهم. فاليوم اختي فاطمه، اختي كريمه، ما نبغيش تهضري ياك؟ لا لا لاباس عليك حبايبي، بخير، امورك هانيه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، كدارتي مزيانه؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بالناس اللي كنا سيك، تبارك الله عليهم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. انت نشكروك، كيبغوا الجوده وداك الشيء، تيبغوا راه المتابعه ديالك تبارك الله، تيبغوا الزاز. وكيديو على الطوال، ما عطيتوناش حقنا في الطوال. هما صوروا لكم، هما كاين بيجاما طوال، كاين 3 بياس كيف قلت لكم، كاين كل شيء، كاين كل شيء. اليوم بيجامات الرجال كاين كل شيء، حتى الرجال غادي نوريهم لكم. وبطبيعه الحال معنا ايا نمبر 1، ايا نمبر 2 اللي غادي يلبسوا لينا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. الوغ شوفوا باش بداو لينا، غادي نبدا مع ايا نمبر 2، سميتها نمبر 2. شوفوا ليا الوغ ايا لابسه لينا هاد البيجاما اللي كتجيب واحد التويب غزال، تويب دايرها فن، وفيه واحد الدونتيل كيجي هنا. هادو اللي بغاها غير دو بياس كاينه، اللي بغا 3 بياس هي راه كاينه، وكاينين في اللوينات، كيجي الدونتيل حتى في الكميمات، كيجي هكا في الطوق ديالها كله بحال هكا، وعاد كيجي في التحت هكا في داك لوو حتى هو فيه الدونتيل. التويب ديالها السروال ديالها كيجي شارلي ومعاه جويبات حتى همايا. وبالنسبه للالوان اللي فيها، عندنا ثلاثه الالوان، عندنا هاد اللوين اللي لابسه لينا هذا ان بيج، وعندنا واحد الفير قصيبي. شوفوا ليا، عندنا فيها هاد اللوين، وعندنا فيها هذا داير بحال كان شويه غادي يولي روج بلو، بيغاز، وهذا سومو بارد. الربعه ديال الالوان بالنسبه اللي طايح اختي فاطمه، شنو فيها؟ من الام حتى الدوبل اكس ال، من الام حتى الدوبل اكس ال. والثمن ديالها شحال غادي يبقى؟ 230 درهم. يا كريمه شفتي الناس بعينك؟ انا شفتهم ديجا مشاو جوج قدامي قبل ما نبداو، ديجا مشاو جوج. الو غادي نشوفوا ايا عاوتاني شنو لابسه لينا. شوفوا ليا عاوتاني الزاز، هادي حمقاتني هاد البيجاما. شوفوا ليا، قلتوا لي جيبي لنا 3 بياس، اليوم غادي نوريكم 3 بياس. شوفوا لي، انا غادي نقرب الآية باش تشوفوا. هادي حتى هي راه فيها الدونتيل في الكميمات، شوفوا التويب ديالها كيجي، هادي دافيه ديال هاد الوقيته. شوفوا لي السروال ديالها كيجي بحال هكا، وتجي في الطوق ديالها. هادي راه ما فيهاش فيها غير السميطات، يعني التحت ديالها بحال شكل تبودي. حنا غنوريه لهم هنايا اللوينات ديالها، كاين عندنا هاد السومو، عندنا الماغو، عندنا البلو مارين. بالنسبه لي طاي اللي فيها، من الام حتى الدوبل اكس ال، من الام حتى الدوبل اكس ال، والثمن ديالها كيبقى 220 درهم فقط. الوغ الموديل اخر عاوتاني لبسات لنا ايا، شوفوا ليا الشكل ديالو كيفاش كيجي. هذا السروال تيجي شارلي لوو، كيجي بالافتتاحات، والثوب دائما راه نفس الثوب اللي لبسات لينا في الاول. شوفوا لي هذا داير بحال داير بحال الخيط، بحال الصوف، بحال الصوف، فوالا، ولكن فوالا. شوفوا لي المونتو انت لابسه، والله الا دايره بحال شي لبسه. هذه هذه بيجاما انيقه. بالنسبه للوينات اللي فيها، عندنا فيها هذا الموف جا غزال وجا مع اي واعر، عاد عندنا هذا الجرينوار، وعندنا الماغون ديالها زوين. ايه، وبالنسبه للصومو بحال الصومو، اللوينات كلهم زوينين، فيها 4 ديال اللوينات. وبالنسبه لي طايم الام حتى الدوبل اكس ال، حتى الدوبل اكس ال، والثمن شحال غادي تبقى لينا اختي فاطمه؟ هذه 170 درهم. البيجاما 3 بياس كيف قلنا لكم، راه عندنا بزاف ديال لي موديل. شوفوا لي عاوتاني هذه اللي لبست لينا ايا، كتجيب البينوار ديالها تويب، عاوتاني نفس دائما نفس لا ماتيير، كلهم مخدومين بحال الصوف، كلهم تيجيو بحال هكا. كاين التوب بزاف، هاد التوب بزاف هو اللي دارج في في في, في البيجامات. الوغ بالنسبه لهذا الموديل، فيه سروال شارلي لوو، واش فيه سميطات؟ انا غادي نشوف فيه سميطات، حنا غادي نوريو لكم هنايا. فوالا التحتاني ديالها كيجي بحال هكا سميطات، والسروال شارلي مع البينوار ديالها كيجي بالحزيم، البينوار ديالها راه تيجي هكا قريب للركبه. واللوينات ديالها هما هادو، عندنا البيج، عندنا الكري اللي لابسه لينا ايا، وعندنا هذا اللون اللي بحال بحال الكوغاي، بحال السومو. الوغ اللويه راه كتشوفوا فيه. بالنسبه للثمن ديالها شحال غتبقى؟ 230 درهم. مازال عندنا موديلات اخرين في 3 بياس، مازال خير. الموديل الاخر عاوتاني مع ايا، هذا موديل دو بياس، كيجي بحال الشكل ديال السيل ديال القطمه، كيجي مقبوط هكا بلاستيك من التحت، ولوو ديالو كيجي بهاد الزواقه او امخيمي، يعني اللون
هنا كيجي اوني ولو او ديالو كيجي امبريمي هكا بالقبيه وكيجي هذه بحال شي كتمه ديال الخروج القاسي التوب شوف والتوب راه ما نهضروش عليه. هاد البيجامات اللي غنوريكم اليوم كلهم توب غزال كيحمقوا كتجي هكا رويميه شوفوا ليا بالنسبه لهذه الالوان اللي فيها الوغ بالنسبه للوينات غادي نشوفوا معاك فيها في هذا الموطار وفيها هذا الغوز برد وفيها هذا بحال الماغون بحال الغوج بريك ما بين وبين الوينات وشوفوا ليا عاوتاني شوفوا ليا هذا الغوز برد هذا الغوز بيبي شوفوا كيفاش داير الوغ ثلاثه ديال الوينات والثمن غادي يبقى 200 اخر عاوتاني في البيجامه 3 بياس وشوفوا ليا هاد الموديل تيحمق عاوتاني هادي بيجاما قطن الناس اللي ما تيبغوش المبرة ولكن تيبغوا شي حاجه ديال القطن شوفوا ليا هادي راه في القطن بالكميمات ديالها حنا غادي نوريها لكم كتجيب البينوار شوفوا ليا السريويل ديالها تاهو يجي بنفس الثوب اللي ديال لوؤو فوالا نتوريكم هنا ايه الوغ كتجي هي اصلا مستوره يعني هابط اللوؤو ديالها مع البينوار بالنسبه لهادي الالوان اللي فيها الوغ فيها هاد البلوسيه اللي لبسات لينا فيها هاد السومو وفيها البليسيه اللي لبسات وفيها الباج يعني فيها ثلاثه ديال اللوينات ولي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال والثمن ديالها شحال غادي يبقى لي انت كريمه 270 لي انا 270 والناس ديالي والناس ديالي زعما الناس راه الناس انا فهمتك ما غاديش نشد فيك الوغ بالنسبه لكم غتبقى 270 درهم ولكن من الداخل شفتوا راه قلت لهم كتب قطن راه مسيت كتب وشفتوا تبارك الله عاوتاني دو بيس شوفوا لي عاوتاني لبسات لنا ايه هذه البيجامه فنه تبارك الله ها انتم كتجي طويله الوغ السروال كيجي مقبوط وبالنسبه له او تيجي طويل بالنسبه للناس اللي تيبغيو شي حاجه طويله توبره ما نهضروش عليه دائما نتو شي حاجه كاليتي اليوم وريناكم بيجامات ديال الفراع كما تنقولوا وقلتيها ليا في التليفون قلتي واش داك شي حاجه واعره فني ما شاء الله وملي تنشكر الحاجه راه تنشكرها بصدق يعني راه ماشي غير تنزوق الو هذا او هذا الموديل فيه البلوسيال وشوف السروال ديالها شوف كي دايره فنه غزال هاد لا كولور عاوتاني كتحمق شوفوا ليا وعندنا فيها واحد بحال الكرونه ما بين الكرونه والسروال ديالها فيه الغوز بيبي ان ميلونج ما بين دو كولور شوفوا ليا غزاله حتى هي كتجيب الجويبات يمكن كيبان ليا فيها الجويبات مع لو طويل ما شفناهش الو هي فيها الجويبات جابادور ستيل ستيل جابادور ولكن توب واعر توب شي حاجه غزاله مقطنه تبارك الله كاين اللي كيبغيش الموبر الثمن ديالها شحال غتبقى 170 درهم ولي طاي دائما من الام حتى الدوبل اكس ال الاخر عاوتاني في البيجامه شوفوا لي دابا تزدنا للمبرا الناس اللي تيبغيو المبرا ولكن المبرا راه فيها وفيها هذه مبرا ملبسه انا غادي نقول لكم علاش قلت لكم مبرا ملبسه حيت عندنا نفس الموديل بثمن اخر الوغ شوفوا لي البيجامه كيفاش كتجي السروال تيجي دغوا وتتجي طويله لوؤو ديالها بالكميمات كيجيو في الدونتيل والدونتيل حتى كاين حتى في الطوق ديالها شوفوا ليا فهم كتجي شي حاجه زوينه وفيها لوينات فنيين ما شاء الله غادي نشوفوهم بالنسبه اللي طاي دائما من الام حتى الدوبل اكس ال الالوان ديالها عندنا فيها هذاك لو باج طوب اللي لبسات لينا ايه وعندنا هذا الموف وعندنا واحد الموف بيرد الوغ ثلاثه ديال اللوينات بالنسبه للثمن ديالها غتبقى 170 درهم وغادي نقول لكم المبره الملبسه شوفوا ليا شوف المبرة ديالها كيفاش دايرة بغيتو نفس الموديل بثمن أقل راه كاين كيدير 130 درهم نفس الزواقة نفس كلشي فوالا حتى هو كيجي طويل بحال اللي لبسات لينا لا داعي باش نلبسوه كيبقى 130 درهم من الموديل اللي لبسات لينا أيا كيبقى 170 درهم لعشاق البيجامة شوية أوفر سايز ولكن كتجي مستيليا السروال ديالها كيجي شارلي كتجيب الجويبات شوفوا ليا الجويبات ديالها كيجي فيهم هذا الموتيف او نفس الزواقه اللي كتكون في لوؤو ديالها فوالا شوفوا ليا الموديل كيجي في اللبسه ديالو غزال الوغ بالنسبه لهادي راه فيها لي طاي هي من الام حتى الدوبل اكس ال وشوفوا ليا التويب انا كنقرب لكم دائما التوب شي حاجه فنه ما شاء الله مقطنه غزاله الوغ بالنسبه للثمن ديال هادي غتبقى ب 200 درهم بالنسبه للالوان عندنا فيها هذاك البلو جين اللي لبسات لينا عندنا فيها واحد الماغون بارد وعندنا فيها النوار الوغ عاوتاني دائما حنا في البيجامه اللي كتجي طويله دو بيس يعني ستيل جابادور هذه عاوتاني حتى هي المبره ديالها راه مبطنه المبره ديالها بحال الشكل اللي لبسات لنا ايه نمبر 1 اللي دوزناها دابا شوفوا لي انا غادي نبعدها باش يبان لكم الموديل شوفوا لي تتجي مستوره وتا هي لي طاي من الام حتى
دوبل اكس ال واللوينات شوفوا لا حتى 3 اكس ال حتى 3 اكس ال لا هي اللي فيها الدونطاج الوغ حتى 3 اكس ال بالنسبه للوينات عندنا هاد لو غوز عندنا هذاك البلو سيال وعندنا هاد لو فير ثلاثه ديال الالوان والثمن ديالها 170 عاوتاني دائما في الجبادور ما نقدروش نلبسوا كل شيء شوفوا لي عندنا هاد الموديل عاوتاني بالجويب طويل فراس كبيره اها شوفوا لي هذا راه فيه الجويب هنايا هذا راه زواقو منه مبره مزوقه شوفوا والدونتيل وحتى هي مبطنه الو كاين موديلات كثار في هذا الستيل ديال جبادور ديال المبره مبطنه السري ويل كيجي حتى هو نفس الفصاله اللي لابسه لكم ايه نفس سميتو حنا غنوريكم غير اللوينات والزواقات اللي مختلفين حتى هي كتبقى ب 170 درهم كاين الغوز ديالها ها هو هذا الغوز نيود شوفوا ليا تبارك الله غزاله كتحمق كاين الكري وكاين الكري ديالها من ال حتى 4 اكس ال من ال حتى ل 4 اكس ال هذا الموديل اللي وريناكم والثمن هو 170 درهم دائما في البيجاما جابادور عندنا هذا الموديل عاوتاني شوفوا ليا حتى هو كيجي طويل ولكن هادو راه قطن هادو ماشي تاع المبرا هادو توب مقطن تبارك الله فيها اللوينات عندنا فيها هذاك البيج توب عندنا فيها الموف وعندنا فيها هذاك لو غري وكاين موديل اخر كيشبه ليها في التوب ولكن زواقه واحده اخرى شوفوا لي كيجيب الصديفات هكا صراحه البيجامات واعره عجبني التوب شفتوا التوب كيفاش دايره البنات مقطن با فورسمون تلبسوا المبرا باش تسخنوا ايه ماشي ديما المبرة بدوريهم شويه هذا هو اللي وريناكم بحالو زواقه مختلفه في الوريضه فوالا فيه اللوينات ديالو 170 درهم في 170 درهم دائما عندنا هذه المبرة اللي كتجي حتى هي زواقها منها بمعنى ماشي كتجي سامبل شوفوا ليا علاش كنهضر لكم الدونتيل حتى هي والسروال دائما دغوا عندنا هذا لو موديل اللي كتشوف تحت الركبه الناس اللي كيبغيو داكشي طويل بزاف اه يعني الناس اللي تيبغيو بيجاما جابادور طويله يعني طويلة كتجي كاين بحال هكا اللي آه. اللي فوق الركبه وكاينه اللي كتجي تحت من الركبه الوغ شوفوا لي هادو قصار هادو اللي قصار المهم في الجابادور هادو هما اللي كاينين دابا حاليا هاد الموبرا راه غلا كاينين حتى هادو ها هما هادو 130 درهم هادو 130 درهم اللي بغات بيجاما طويله ديال الموبرا هادو 130 درهم جابادور صراحه خدمت معاك فيها هادي دوزناها هادو دوزتهم كامل وني عاودت نفس لي مونطي رجعوا للفيديو اللي قبل باش تعرفوا علاش كنهضروا راه البيجامات عاود دخلاتهم لكم اللي عجبوكم ودائما كنقولوا المحل راه تيخدم بالتقسيط وبالجمله حتى الناس تاع الجمله الاسمنه ديالهم بوحدها ماشي الاسمنه اللي كنقول لكم دابا هاد الموديلات راه دوزناهم شوفوا لي القاز خزي اياه هادو شحال دايرين في الثمن هما 130 130 درهم والمبره راه غليظه ومقطنين تبارك الله غزالين هادو فيهم اللوينات عندنا فيهم الكحل الغوز الفيغ ميليتير وعندنا فيهم حتى الصفيفر كاين هاد الموديل عاوتاني اللي كيجي سروال زواقه منه هذا تا هو راه دوزناه تا هو دوزناه تا هو عاودته تا هو 130 درهم المهم الحاجه الا ما بانتش لكم يرجعوا للفيديو اللي قبل ولا تواصلوا مع اختي فاطمه راه هي تعطيكم زعما تعطيكم التصاور وداك الشيء رجعنا لكم عاوتاني لثخوا بياس لان مازال عندنا ثخوا بياس شوفوا لي عاوتاني هاد الستيل او هذا الموديل كيفاش كيجي السريويل مع هذاك لو اورا كيجي غير بالسميطات غادي نوريه لكم في مملبوش والبينوار كيجي حتى هو بهذا الدونتيل بحال الشكل اللي كاين هنايا في الكميمات وبالحزيم واللوينات اللي فيه عندنا فيه هذا لو غوز بارد عندنا فيه هذا ما هو تشوكوا ما هو فيغ وعندنا البيج شوفوا اللوينات بعض المرات ما تقدرش توصفهم كيكون مخلطين الوغ ثلاثه ديال اللوينات والثمن ديالهم شحال غادي يبقى هادو هادو 220 درهم واللي طاي من الام من السمول هذا حتى الاكس ال من السمول حتى الاكس ال والتوب دائما ها هو باش نقرب لكم باش ولا حافظين التويب هاد التويب داير بحال الخيط شفتوا كيفاش داير تيجو سخاخنين ولكن واحد الخيط ماشي داك الخيط غليظ اللي كيديرون دير طيطب كيشبه القطن اه تيجي طايح بياس دائما عندنا هذه المبره المبطنه حتى هي شوفوا لي السريويل تيجي هكا بالباندال تحت ولوؤ ديالها راه تيجي هابط يعني ماشي داك اللي تيجي طالع والكميمات حتى هما هي تيجي مقبوطين هاد لو موديل عندنا فيه اللوينات عندنا فيه هاد اللو اللي لابسه لينا ايا في بلو وعندنا فيه البوردو وعندنا فيه واحد الكري فونسي الوغ الثمن ديالها غيبقى ب 130 درهم ثلاثه ديال اللوينات ولا طاي من الام حتى الدوبل اكس ال ونشوفوا موديل اخر عاوتاني بزاف انا حمقاتني هذه اختي فاطمه هاد البيجامه ولكن صدماتني في الثمن عاوتاني هادي توقعتها من البيجامات اللي غاليين ولكن انا نقول لكم الثمن ديالها الوغ بيجاما كتجي مستيليا فيها هاد الصديفات كيجيو هكا في الكميمات بطبيعه الحال راه مبره السروال ديالها كيجي هكا بهذوك المخيطات هكا بهذوك لي كارو في النوار بداك الغابيل ديال اللون ديال لوؤو وجات فنه وجات كبر زاله شبهتي على الوان
هذا راه ماشي نفس اللون اللي لابسه. عندنا ان بيج وهذا بحال هذا بحال بيج كريمي، هذا بيج كريمي، هذا بيج كريمي، وهذاك بيج بحال غادي بيج صابلي، هذا واحد الغوز وهذا كري. هاد الغوز راه فيه وفيك هذا واحد الغوز والثمن الثمن اليوم ما كاينش في الواح والثمن الثمن 160 درهم 160 درهم الثمن ديالها غادي يبقى لكم ب 160 درهم فقط. دائما مع الجديد ديال البيجاما محل احسن محالي وبيجاما دو بياس ديال المبرا كيجي السروال مقبوط بالجويبات. هذه بالنسبه للناس اللي تيبغوا بيجاما ما كتكونش طويله بزاف، هنا كتلقاوهم كاع لي موديل سواء طويله جافادور مقبوطه اوفر سايز اي حاجه تلقاوها هنا. شوفوا لي هذا الموديل عاوتاني كيحمق. هادو في البيجامات اللي غادي يبقاو لكم فقط 130 درهم واللوينات عندنا فيها هاد لو بلو وعندنا فيها هاد الغوز بارد وعندنا فيها الكري كلير ولي طاي دائما من الان حتى حتى الدوبل اكس ال. علاش كنبقى نعاود لكم لي طاي؟ حيت كاين شي بيجامات اللي فيهم 3 اكس ال، كاين اللي فيهم سمول وكاين اللي ما فيهمش سمول، داكشي علاش كل بيجامه كنعطيكم لي طاي من الان حتى الدوبل اكس ال ب 130 درهم. وشوفوا لي عاوتاني هذا الموديل، موديل تيحمق في البيجامه. شوفوا لي هذه حتى هي كتجي مقبوطه واحد التويب ما نهضرش عليه. شوفوا بحال بحال الخيط والسروال ديالها تيجي بالجويبات وتيجي المهم الموديل راه كتشوفوا فيه. شوفوا تبارك الله كيجي انيق بزاف في اللبسه ديالو. بالنسبه للوينات اللي فيها عندنا فيها هذاك الفيغ اللي لابسه لينا لو فيغ، وعندنا فيها هذاك لو روز، وعندنا فيها البلو جين او البلو سيال غمق من البلو سيال بحق البلو جين. الو ثلاثه ديال اللوينات هادو من الام حتى للدوبل اكس ال والثمن ديالهم شحال غادي يبقى؟ 170 درهم. دائما دو بياس. شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل في المبرة كيجي غزال. شوفوا لي شوفوا لي هذا الموديل تيحمق بالسريويل تيجي مقبوط لتحت. هذه راه مبرة تيجيو فيها هاد الخويطات هكا في الجناب تيتجمعوا يعني تقدروا تجمعوها. بالنسبه للوينات اللي فيها فيها هاد لو غري اللي لابسه لينا اعيا، فيها هاد الغوز بارد، وفيها البلو مارين. الثمن ديالها غتبقى حتى هي ب 130 درهم فقط ولا طاي من الام حتى الدوبل اكس ال. بالنسبه هذه عاوتاني ستيل اخر وشكل اخر. المهم انا اليوم راه ضغط ماشي ندوخ انا دوخوا حتى نتوما معايا. شوفوا لي شوفوا لي البيجامه هذه راه كتجي مخططه هي ما كتبانش لكم من بعد، انا نقرب لكم مع هذيك لا بوند اللي كتجي لتحت هكا مقبوطه وفي الكميمات كذلك حتى همايا، وكتجي مخلطه ما بين تويب ايني بهذاك المخطط مع هذاك لو نوار. الثمن ديالها غتبقى لكم 150 درهم. واللوينات اللي فيها كاين فيها النوار بالبيج، فيها النوار بالكري، وفيها النوار بالغوز اللي لبسات لينا ايا. ولي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال. والبيجامه وعلاش دوبل تلبس الطروه يعني تلبس الطروه دائما مع البيجامه دو بياس. شوفوا لي هذا لو موديل حتى هو راه ديال المبرا تيجي مقبوط. دفاو لي البنات في هذا البرد بعدا اليوم برعناهم في البيجامات ديال المبرا في البيجامات مقطنين كلهم ديال البرد. والموديلات موديل كاين سيك موديل. شوفوا لي هذا عاوتاني فيه لوينات فيه جوج الالوان، في هذاك اللون اللي لابسه لينا بحال الفيغ ميليتار هذا بحال كري، هذاك لو غوز، وفيه هذاك البلو، هذا موديل قريبي وفيه اه ما يمكنش نلبسو كلشي، وموديل اخر كيشبه ليه هادو من الام حتى الدوبل. الوغ موديل راه كيشبه الموديل اللي لبسات لينا ايا حتى هو غادي يمشي ب 130 درهم فقط من الان حتى الدوبل اكس ال. فيها داك فيه الكحل فيه البلو وفيه الكحل من الان حتى الدوبل اكس ال. نشوفوا كاع الموديلات اللي تيشبهوا هذا الموديل، باقي عندنا موديلات كيشبهوا لهذا الموديل بنفس الثمن اللي هو 130. كاين هذا انا غادي نجي نوريهم، كاين هذا هذا ما فيش الباندا لتحت حتى هو كيبقى ب 130 درهم. لو او ديالو حتى هو راه كيجي نفس 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 الطريقه حتى هو. كاين هذا وكاين عاوتاني هادو اللي تيجيو مزوقين بلو او ديالهم تيجي في القريب الكتبه، هذا كيجي طويل شويه هذا قصير، هذا قصير كاين موديلات قصار وكاينين طوال. شوفوا لي عاوتاني هذا حتى هو حيت ما نقدروش نلبسوا كلشي غادي نوريكم هذا الموديل قلنا لكم غادي نصوره لكم لبساتو لينا ايا. شوفوا لي الوغ هذا كيجي حتى هو بالصديفات بالدونتيل في التحت هنايا في الرجيلات. شوفوا لي و في الكميمات حتى همايا كيجيو بالدونتيل ومع هذاك الجويب حتى هو داك الغافيل ديال الدونتيل. هذه الثمن ديالها اختي فاطمه شحال كتبقى هذه؟ هذه 130 درهم 130 درهم فيها الثمن كتصطاد زويونه مع داك الدونتيل كيجي زوين حتى هي مبطنه. اييه شوفوا لي المبره كتجي مبطنه بمعنى دافيه. واللوينات فيها الكري فيها البيج فيها البيج شوفوا لي
فيها هاد ال فيها هاد لوفيغ وفيها واحد هذا لوبرجين وفيها هاد اللون تا هو داير بحال النحاسي. شوفوا لي بحال النحاسي بحال شوفوا لي هاد اللون. المهم شاو لي اليوم الالوان ما عرفتش بقى تمحات لي الذاكره تمحات لي الذاكره البنات كتشوفوا اللوينات ياكم. بالنسبه لي طاي هذوك صح مابقاوش اللي فيهم لطاي بزاف بقات لنا السمول والام والال. سمول الام حتى الال فقط والثمن هو 130 درهم. الو دائما حنا في البيجامه دو بيس. شوفوا لي هادي كتجي بحال الستيل ديال الكيطنه بالقبيه ها نتوما كتجي مقبوطه من التحت كتجي بغا نوريكم غير لوو ديالها كيجي حتى هو بلاستيك بحال هكا سكيبي كتجي مجموعه ديال هذا البرد ديال بصح مع القبيب ديالها ومع الجويبات كيجيو القدام. شوفوا لي غنوريكم الجويبات فوالا راه فيها الجويبات. بالنسبه لهذه حتى هي راه فيها لي طاي من الام حتى هذه حتى الاكس ال حتى السمول من السمول حتى الاكس ال وفيها اللوينات البلو البيج هذاك النيود وعندنا هذا اللون هذا اللون والله ما عرفت واش سميته البنات كتبوا لي في التعاليق راه ما عرفتش ما مسحات لي الذاكره. اش من اللون هذا اش غادي نقولوا عليه واش واش الروج بغيك واش الكوغاي دابا حتى المطرم غمق من الكوغاي المطرم كتبينش اللون كتموج في الالوان الا شفتيها من هكا كيتبدل اللون. المهم اللوينات هما هادو فيها خمسه ديال الالوان خمسه ديال اللوينات الثمن ديالها هو 130 درهم. الو باربي الو جبنا لكم بيجامه ديال باربي هذيك تلبس بحال صافي تخرجي بها هذه كتخرجي بها هذه كيتما فوالا نقدروا هذه التوب ديال زوين ما كيتحببش ما كيخسرش هي فيها بحال فيها لي كاليتي لا 130 هذه اللي 160 درهم 160 درهم. شوفي انت قربي تشوفي التوبه كريمه التويب ديالها وي التويب ديالها زويون فيها ديك باربي وكاينه هذه وكاينه هذه من غير باربي اللي المهم كلشي راه في لوس انجلوس هذه كاليفورنيا الو حنا مشينا للميريكان فرا شوفوا لي حنا راه في المغرب وريك راه مشينا لميريكان مع هاد مع هاد الكيطمات الو الثمن ديال هادو قلنا 160 درهم ولي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال من الام حتى الدوبل اكس ال. دابا بدات كدير لي الملامح ديالها علاش كانها باربي دير ليها لو باربي دابا هي لا حيت اونفاس معاها ما كتشوفوش شنو اونفاس معاها داك الشيء علاش ايا تضحك الو 160 شوفوا لي عاوتاني هاد البيجامات هاد البيجامه ديال حدا قلنا الكوليس كتشوفها كتلبسها كتبان لك فهمتي ايا حداقات وفهمتي الوقفه ويا سلام مع العلم انا البيجامه راه ماشي كنلبسوها باش ندخلوا للكوزينه ولكن المهم فكرتنا ديال لي مامون ديالنا كيلبسوهم الامهات الخالات الجدات وهي شوفي الكوينات كي دايره تشطاي بهم ولكن هذه راه موديرن هذه بغيتي ديها لماماك ولا بغيتي ديها لخالتك ولا العدوز تاعك وتهلاي في العائله. كنشري صداع لا لا ما تنشري صداع لا ولا تنشجع على على لي كادو تنشجع على لي كادو لبسي انت وتلبس ماماك وتلبس خالتك اي واحد كلشي يلبس اي واحد عزيز عليك في العائله مزيان. شوفوا ليا هادو مستينين عندنا الفيغ النوار وعندنا هاد اللون اللي بحال بيج كريمي بيج طوب. المهم كتشوفوا اللون كيف قلت لكم اليوم الالوان راه هربانين ليا. الوغ بالنسبه لي طاي اللي في هادي من الام حتى ل 3 اكس حتى ل 3 اكس ال الثمن ديال هادي قلنا هادي 140 درهم 140 درهم والتويب ديال هادو راه ماشي مبر البنات هادو نفس التويبات اللي وريناكم في البيجامه. شوفوا ليا شوفوا ليا التوب انا كنوريه لكم عن قرب باش تعرفوا التوب كيفاش داير. الو الثمن ديالها هو 140 درهم هادو ديال المبره. شوفوا شوفوا ليا شوفوا ليا مطرزه هكا في الطوق ديالها هذا اهداء المتابعات ديالي اللي قالوا لي كريمه ضيعتينا في البيجامه الطوال اليوم وريتكم البيجامه طويله. شوفوا ليا هذا الموديل ديال المبره كتجي انيقه. الو اللوينات اللي في هادي اختي فاطمه اللوينات اللي فيها فيها الوان بزاف عندنا فيها الصفيفر او الموطارد عندنا فيها واحد الكريسيال عندنا فيها البيج طوب وعندنا فيها لو روز. اللوينات كاملين والثمن ديال هادي حتى هي 140 لا هادي شحال 130 درهم 130 انا توقعتها لا الوغ 130 درهم لبسي انت قلت لك لبسي ماما كل لبسي خالتك ولبسي عدوزك ولبسي كاع العائله كامله ما تاخذيش وحده خذي خذي مجموعه خذي كاع اللوينات تبرعي ليا مع راسك من الام حتى الدوبل طويله دائما. شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل تيجي هكا طويل لتحت ديالو كيجيب هذوك لي بلي طريزه كتجي هكا في الطوق ديالها ولا في السدير ديالها مع هذوك السيور كيجيو هابطين الكميمات كيجيو مقبوطين بلاستيك هذه زوينه الستيل ديالها كيجي كتجي عريضه ما كتجيش صغيره الفريفرات الفريفرات ها هي قالت لكم اختي فاطمه الفريفرات هما الفريفرات اللي هضرات لكم عليها.
الوغ اللوينات اللي فيها او الزواق كلشي الزواقات بحال بحال فوالا الوغ موف بيرد وعندنا هذاك البيج توب وعندنا هذاك لو غوز بيرد حتى هوايا وبحالها ونفس نفس لا كوب نفس كلشي غير الزواقه اللي في اللي كتجي هنا الفوق مختلفه في الصديان شوفوا ليا توب مختلف هادي الوغ هادي اللي لابسه لينا ايه راه مبره وهادي مبره ولكن واحد المبره كتجي بحال مزوقه فيها واحد الزواق منها فوالا شوفوا كيفاش دايره مختلفه شويه على الاخرى اللوينات اللي فيها عندنا فيها داك الفيغ عندنا فيها لو غوز وعندنا فيها داك لو بيج دابا ثلاثه ديال لي كولور ونفس لا كوب ديال البيجاما اللي لابسه لينا نيت ايا الثمن ديالها شحال غتبقى هذه هذه 130 درهم دائما بالنسبه لهذه 150 هاك واش شتي دابا رصي معايا غادي يجوا المتابعات يقول لي 130 اللي لابسه ايا 150 درهم والثانيه 130 درهم فيهم حتى 3 اكس ال فيهم حتى 3 اكس ال دائما حنا في المبرة والبيجاما الطوال بنتي لي هازه شي حاجه عاوتاني ايا عروستنا عروستنا دابا خصنا نقفوها خصنا نقفوها شوفوا ليا هذه البيجاما في البيض هذه شي مهمه الحاجات كيبغوا بحال هاد لي كولور بحال هكا في البيض والبيض راه انيق عاد تخرج به الكوزينه هذا لبسي وجلسي فوق البوتاي ما تحركي ما والو الوغ شوفوا ليا كتجي حتى هي في الطوق ديالها هكا بالدونتيل الكميمات ديالها كيجيو بحال هكذا حتى هي راه مبره هادي اللوينات اللي فيها حنا غادي نشوفوهم معاك عندنا فيها هاد الحمامي ولا الموف هاد الحمامي شحال ما سمعتها من يمات جده الله يذكرها بخير والكري وعندنا هذا ماشي سومو هذا راه غوز بارد هادي السومو فاطمه اختي فاطمه تيتلفوا لها الالوان المهم هذاك البلو نوي شفتوا الالوان هما اللي هزا لكم ايه الثمن ديالها شحال هذه 130 درهم 130 درهم شوفي كي دايره 130 درهم فنه ما شاء الله وانت راه كتجيبها الفن البيجامات ديال 150 درهم البنات راه عندهم بزاف ما نقدروش نصوروا كلشي تنهضر على دو بياس كاين عندنا بزاف ديال الزواقات هادو هما كلهم دايرين 150 درهم هادو اللي تيبغي داك المبره اللي كتجي سخونه غليظه هذه المبره الغليظه قصروا فيهم الطوال فيهم اللي طويله وفيهم اللي قصار ما نقدروش ندوزوهم كاملين ولا نلبسوهم كاملين حنا ورينا لكم غير هنايا عندنا مازال بيجامات ديال 130 درهم هادو هما اللي وريناهم قبيله هادو كلهم 130 درهم شوفوا لي هادو فنين هادو ما شاء الله هانتو كلهم تيجيو مقبوطين هادي يمكن اللي لبسات لينا لا ما تلبساتش وحده كتشبه ليها 130 درهم حتى هادوك اللي بالقبيات اللي فيهم 130 درهم عندنا حنا واحد الفار سمحوا لي راه مصور ما خاصش الوغ شوفوا لي عاوتاني في البيجامات بيجامات الرجال البيجامات تاع الرجال شوفوا لي اللي بغات تاخذ شي كادو لراجلها ولا اللي كانوا الرجال متبعين لي وبغاتوا تقداو البيجامه ديال الرجال راه كاين هذا لو موديل بغيتك توريني شي موديل قريب انتوما الموديلات ديال الرجال هذه كتجي بحال الجاكيت هذيك تخرجي بها والله الا تجي بحال الجاكيت البنات فيها الجويبات والصيف ايوا شوفي التوب كي داير ايه والسروال ديالها حتى دوبل اكس ال غزاله هذه والسروال ديالها كريمه طلع في راجلك خذي البيجامه لا فاطمه اليوم قتلتني بالضحك شوف انا كنحرر من نقول في الفيديوهات شنو غادي ندي حيت قال لي غنديها وهي اللي غيبقى يقول لك نوع على الصداع ما تخسرش ديريكت شوفوا ليا فنين هادو الوغ عندنا بزاف ديال لي هادو كل هاد الموديلات راه هو هذا هاد الموديل اللي وريتها هو هذا لا هو هذاك هو هو هذاك اللي لهيه انا عرفت الوغ الالوان اللي فيها فيها هاد البلو سيل فيها هاد لو بيج طابا فيها هاد لو بيرجين وفيها هذاك اللوين اللي وريناكم كل موديل شوفوا شوفوا ليا موديل ثاني او ثاني هذه فنه او ثاني هذه غزاله خذي هذه صافي انا نختار معاك شوفوا ليا انا تيعجبني السيال مع الطوب هذا اصلا انا لابسه السيال شوفوا ليا كتجي فنه هذه بلو جين السروال ديالها وسخيخنين سخيخنين وسخيخنين تبارك الله مع ديك لابون فيها هاد لو فيغ فيها هاد اللون الوغ ثلاثه اللوينات ثلاثة الالوان هذا اللي وريناكم دابا البلوجين اربعة الالوان هذا راه غامق عليه هذا راه غامق على اللي وريناكم ماشي اللي مهلكم دابا عندنا هذا كريمي عندنا هذا بيج كريمي والسروال ديالو كيجي بلو ماغي وعندنا هذا لو فيغ موديل اخر عاوتاني في البيجامه ديال الرجال شوفوا ليا عندنا عاوتاني ستيل اخر شوفوا ليا نوريهم اللوينات اللي في هذا الموديل عاد غتقولي لنا الثمن في الاخر غنقول لكم تمام بحال عرفتي ديك غنقول لكم تمام بحال قلتي غنوريكم شغلكم لا 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 شوفوا ليا
انا تنوريكم غير لي ديطاي ديال البيجامات صراحه والله البنات الا البيجامات كيحمقوا انا تنهضر غير مع البنات على اساس كلشي اللي متبعيني البنات راه كاينين حتى الرجال اللي متبعينا ها نتوما راه حنا تنتقداو العيالات كاين الرجال اللي تيتقداو لعيالاتهم كاين العيالات اللي غتقداو رجالاتهم وكاين الراجل اللي غيتقدى راسو الوغ الناس اللي متبعيني ها نتوما كتشوفوا السلعه كاين الرجال وكاين العيالات تمام هاد 200 درهم 200 درهم ولكن راه كنوريكم دائما في البيجامه كاينين هادو اللي وريناهم لكم ديك المره هادي هادي حمقاتني هادي تمشي هادي كريمه معايا هادي حمقاتني هادي دوزت هذيك المره دابا هادي فنه هادي اللي فيها الطونطي عقلتي عليها حتى هي البيسه اللي بقات فيها عقلتي على البيسه اي صغيره اي كاينه اي صغيره كاينه اي كبيره هذا هو التعاود حتى هو تعاود هادو البنات راه دوزناهم في الفيديو اللي قبل غير كنوريكم رجعوا وشوفوا هادو الثمن ديالهم شحال كنا دوزناهم هادي كانت دازت 180 هاد البلوسيال عقلت عليها الوغ 160 درهم سولد في هذا شوفوا الفيديو ولكن راه فيهم السولد غتلقاو ان شاء الله السولد على داك الثمن اللي قلنا لكم وندوزو نشوفوا في البيجامات نشوفوا تلفت انا تلفت كاينين بالنسبه لهادو راه 130 الوغ كاينين هادو 130 درهم كاين هادي من الصحه قلت لي شي فيها كنت باغا نصورها لكم البنات ولكن قالت لي ما بقاش فيها بزاف ما بغاش نصورها لكم قالت لي يجيو الناس بزاف عليها ما فيهاش بزاف كاينه هذه الو كاينه هذه كاين هادو هادو تاهما 130 قصيتو كيدير فنين هادو تاهما هادو كيجيو طوال قصار تاهما كيجيو بحال اللي لبسات لينا كتشبه لواحد الموديل لبساتو لينا كيجي هاد لوو اللور كيجي طويل ول شويه على القدام هادو تاهما 130 درهم وفيهم اللوينات السروات راه قالت لك اللي كتوب راه كيتحبب خدي عندي ما يتحبب ما والو فيها الجويبات وفيها لتحت كتجي فيها هاد لاستيك مقبوطه هي كاين هادو موبران هادو 130 كلهم هادو 130 كلهم هادو 130 غادي هاد الصف كامل 130 هادو اللي الفوق هادي هادو 150 150 درهم هادو اللي الفوق راه 150 درهم ان شاء الله مره اخرى نلبسوهم ان شاء الله زعما كنقصد نلبسوهم يلبسوهم البنات حيت البنات راه عيناهم ساكن غادي نشوفو نكملو في البيجامه الطويله وفي البيجامه الطوال شوفوا لي عاوتاني بزاف ديال لي موديل بزاف ديال الشكيلات جيو المحل اكتشفوه المحل راه كيتواجد بقصريه الخليل سيدي مومن العنوان غنخلي لكم مكتوب الناس اللي بغاو لا لوكاليزاسيون يهضروا مع اختي فاطمه في التليفون وراه تنعتهم راه اي فوا كتخرجوا من الخرجه ديال لوطوروت اللي فيها عين السبع سيدي مومن ديال ديكاتلون ديال ديكاتلون فوالا الخرجه ديال عين السبع سيدي مومن كتخرجوا كي كتدخلوا على الرون بوان الاولى كدوروا اي واحد سولتو قصريه الخليل تيجيبكم حتى لعندها الوغ شوفوا ليا بيجامه الجهه تاعي بالطونطيل نفس لو موديل تقريبا اللي كيشبه الموديل الاول اللي والتوب حتى هوايا اللوينات فيها الموف فيها داك اللوين اللي لابسه لينا ايه وفيها داك البيج توب 130 مشيتي بعيد اختي فاطمه 130 درهم موديل عندنا في المبرا يعني اللي ما بغاش التويب شوفوا التويب بعدا اللي كنهضر لكم عليه في الاول الوغ كاينه في المبرا نفسها حتى هي الثمن 130 درهم ياك اختي فاطمه الثمن ديالها حتى هي 130 درهم في المبرا بغيتوها في المبرا قلت لك كاينه في المبرا كاينه وكاينه في داك الثوب الاخر اللي تيجي مقيطن دائما في المب في بيجاما طوال شوفوا لي عاوتاني ايا اش لبسات لينا شوف هادشي غير بروك قلت لي ماما بيجامات مبرين متيسعين هادو كبار بالنسبه اللي طاي هادو اللي دوزات ايا كلهم من الام حتى الدوبل الثروه حتى الدوبل حتى الثروه اكس ال تواصلوا مع اختي فاطمه راه هي اللي كتجاوب في التليفون ديالها كتصوروش لينا الطوال احنا حنا برعناكم في الطوال هادو بيجامات كيجيو مزوقين ما نعطوكمش غير الايني بوحدو حيت الايني عاوتاني كاين اللي كاين اذواق كتختلف شوفوا لي هادي كتجي مزوقه حتى هي المبرة الايني هي اللي دوزناها لكم دابا شوفوا لي هادو مزوقين فيها الموف فيها داك الكري فيها السومو والثمن ديالها شحال غتبقى حتى هي حتى هي 130 حتى هي 130 درهم عندنا عاوتاني هذا الموديل اللي كيجي ايني غوريناكم دائما الايني ولكن فيه الدونتيل هذا المبرة تجي زواقها منها بالكميمات 60 درهم دائما عندنا هاد البيجامات اللي كيجيو حتى هما بالدونتيل المهم بزاف ديال لي موديل كاينين في البيجامه طويله اللوينات هما هادو اللي هزا لينا ايه عندنا فيهم هذاك بحال النحاسي عندنا فيهم واحد الغوز بارد وعندنا فيهم الماغون والثمن هو 130 درهم هنا وريناكم لي موديل باش ما نلبسوهمش كاملين حيت ما يقدروش البنات يلبسوا كلشي غنباتوا هنايا غادي نباتوا لكم هنايا ديجا حنا صافي راه بدينا كنتفروعوا بالصوالح تنضحكوا الوغ شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل اخر شوفوا لي حتى هو كيجي فيه الجويب انا نقرب لكم في هذه اللي في الموف غزاله هذه اللي في الموف هذا اللوين والجويب بحال هكا حتى هويا الثمن هو 130 درهم دائما في البيجامه طويله ولكن هذه المره ديال 100 درهم هادو
الناس اللي عز عليهم الزواق وعز عليهم الجيمات وداكشي تهلط فيكم اختي فاطمه. عندنا صحاب المنمر حتى هما جابت لهم صحاب المنمر حتى هما جابت لهم. شوفوا هادو كلهم غادي يبقاو ب 100 درهم ولا طاي دائما من الان حتى الدوبل اكس ال حتى 3 اكس ال على حسب كل موديل. بعض المرات كتلقاو فيه حتى 3. هادو ديال 150 درهم. ديما فاش كتزيد الجوده راه كيزيد الثمن. هادو موديل عاوتاني كيجي مستيلي فيه البليات هكا تيجيو في الطوق ديالهم. نوريه لكم هنا في هذا اللون. شوفوا ليا والمبقى ديالو كتجري طيطبه طيطبه بالكميمات كيجيو هكاك بلاستيك. اللوينات اللي فيه في هذاك الفيغ في هذاك الموف وفيه واحد اللون موف بارد. ثلاثه ديال الالوان ولا طيب من الان حتى الدوبل اكس ال حتى 3 اكس ال والثمن هو 150. وليكم بيجامات ديال 100 درهم. شوفوا ليا عندنا هذا الموديل. هادو راه تيجيو هكا ما طوال ما قصار. السروال ديالها تيجي بحال هكا ضغوا مع ماشي ضغوا فيه الباندف لتحت مع الجويبات. وسمحوا لنا ما قدرناش نلبسوا كلشي باش ما تجيش لا فيديو طويله. مهم بيجامات ديال 100 درهم راه موجودين. ها هي اختي فاطمه كتورينا الشكيلات. عندنا هذا الموديل عاوتاني حتى هو 100 درهم اللي بغات تشوف ديال 100 درهم تصفوا. السريولات كيجيو لون واحد مع الباندا. عندنا هذا الموديل عاوتاني غنوريكم حنا عيرو او وراه فوالا. شوفوا هذا حتى هو 100 درهم. هذا الثوب ماشي مبره. هذا داك الثوب اللي وريناكم من الصباح حنا تنوريكم فيه. كاين هذه بالقب وكاينه هذه بالقبيه وراه فيهم اللوينات. وكاين عندنا هذا الموديل اللي كيجي هكا فلوريست هذا فيه الوريضات وداك الشيء. غادي نجبدوا هذا باش نبينوه. هذا كيجي زوين حتى هو 100 درهم. السروال ديالها وريني غير السروال اختي فاطمه نشوف معاك باش ما نقولوش الناس راه غنوريكم 100 درهم وما نوريهاش لكم. عطير المحل راه فيه بزاف 100 درهم. انا غادي نقرب لكم بحال هادو راه كلهم 100 درهم. السروال تيجي مقبوط ولوؤو ديالها كيجي في لون واحد وراه فيهم الالوان. شوفوا لي غير الالوان حتى هادو اللي وريناكم راه فيهم اللوينات. شوفوا لي هذا كيحمق هذا اللون. شوفوا لي هادو كلهم اللي دوزناهم لكم راه فيهم الالوان. حنا وريناكم غير الموديلات. شوفوا عاوتاني هذا حتى هو راه 100 درهم. هادو كلهم 100 درهم. بيجامات كاع اللي كتشوفوا نشوف لك هادو كلهم غتصف واحد الو غتصف كامل 100 درهم. هادو راه لبسناهم لكم المره اللي فاتت. هذا لا هذا جا جديد 100 درهم. هذا جا جديد حتى هو برغليضه 100 درهم. هادي حتى هي ما كانتش حتى هي 100 درهم. هادي حتى هي 100 درهم. السروال الزرق وهاد لوؤو في الغوج. هادي كانت دوزناها لكم ولكن عاود جابتها لكم. جبادور هادو 100 درهم. جبادور طويله في الساتان ولا حتى في الساتان راه عندنا موديلات بزاف. رجعوا للفيديو اللي قبل بالنسبه للبيجامات اللي دوزناهم اختي فاطمه ب 100 درهم. واش كلهم كاينين مازال؟ لا شحال هذه شي حاجه سالات وشي حاجه عاود رجعات. حنا كنعاودوا الموديلات كتبدا كتعاودوا الموديلات اللي عليهم الطلب وشي حاجه اخرى راه دخلات. الموديل 32 كنحطيه في 100 درهم. كتصوري بحال دابا هاد لي موديل كاملين صورنا في الفيديو اللي فات 130 درهم. 130 دابا غير 100 درهم. دابا كلهم تسولداو ل 100 درهم فقط باش ما تجيش لا فيديو طويله. شي مره غنديروا لكم شي فيديو غير على 100 درهم. نبقاو نصوروا مع الدريات. اليوم بغينا نوريكم موديلات لانهم كانوا موديلات واعرين يستحقوا انا نصوروهم. ما قدرناش ولكن صورنا لكم بيجامه طويله كامله. شوفوا واش درنا المحل. هادشي كله دروينا درناه حنا في التصوير. هادشي كلشي درناه غير في التصوير. الوغ بهذا نكون وصلنا لختام ديال الفيديو. شكرا لك اختي فاطمه وشكرا للبنات اللي هنا. عفوا مرحبا سبعنا ضحك. لا لا ضحكنا معاك. وشكرا للبنات اللي كانوا معنا. الا بغيتوا اي حاجه تواصلوا مع اختي فاطمه في الرقم التليفون ديالها. تصيفط لكم لا لوكاليزاسيون. سمحوا لنا ما قدرناش نصوروا بهذا الليل الطريق لان الظلمه وهذا صورنا بالليل. فغير تواصلوا معنا. عرفتي وانا كنهضر نصيفطها لك. عندك لا فيديو صيفطيها لي. شوف نختموا بهذه البيجامه راه بانت لي من اللي ضربت عليها. شنو التبرديك عادي ماش معاش. هذا غير 130 درهم. هذه هي 130 درهم. حتى هذه راه مستيليه لا ما غنباتش غير خصني بعدا البنات. والله ما باقا نزيد شي حاجه. بالسلامه عليكم. ما تنساوناش دائما التشجيعات ديالكم ولي جيم لي جيم لي جيم وبارطاجيو. والله الا الكريان فنين نقيين ما شاء الله عليكم. شكرا لكم كامل المتابعين ديالي الفنات الغزالات من اللي كيجيو عندي المحل ما شاء الله تبارك الله عليكم. دائما زعما محمرين ليا الوجه مع المحلات. شكرا لكم. الناس دائما تيشكروا المتابعين ديالي. شكرا لكم كامل على الرقي ديالكم في التعامل. وبسلامه عليكم. بالنسبه للعنوان الناس اللي جايين في لوطوروت غادي تخرجوا على هذه الخرجه ديال عين سبع سيدي مومن. اون فوا كتخرجوا منها غادي تلقاو اول رون بوان. كيف غتوصلوا لهاد الرون بوان؟ غادي تفوتوها غتبقاو دائما غادي نتو دغوا. اول زنقه على يديكم اليسر او الشارع غتدخلوا معاه. يعني غتفوتوا الرون بوان اول زنقه على اليسر غتدخلوا مع هاد الشارع او الزنقه. هنا راه اقامات جداد. غتبقاو غادي نتو دغوا حتى غتوصلوا لقصريه الخليل اللي هي هادي. هاد الباب اللي كيبان لكم دابا راه هو كيدخل ديريكتومون للمحل. انا هنا درت فقط عيب باش